السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم الآن عن تقييم قسم الأسنان بمراكز التأهيل. معكم امتثال السيهاتي، راح نتكلم عن Dental Audit في Rehabilitation Center. المحتوى راح يتكلم عن المعايير الخاصة بقسم الأسنان، مصادر التدقيق والمراجع. عندنا 12 معيار خاصة بالأسنان مقسمة بناء على Staff Interview، Observation و Documentation. Staff Interview المقصود فيها أني أسأل الممارس كأني أعمل Interview. Observation مقصود فيها النظر بالعين، و Documentation مقصود فيها مصادر مكتوبة مسجلة على الدليل الإرشادي. المعيار الأول، تتوفر سياسات وإجراءات لمكافحة عدوى بعيادات الأسنان، وهذه نقدر نشوفها باي ستاف انترفيو وباي دوكيومنتيشن. فباي دوكيومنت اني اروح واسال هل موجود هذا الملف والمجلد عندكم، وباي ستاف انترفيو اسال الممارسين او الموظفين عن السياسة وتوفرها واماكن توفرها وطريقة فهمهم للسياسة. المعيار الثاني، انه يتم اختبار عينة المياه المأخوذة من جميع خطوط المياه الخاصة بوحدة الاسنان. على سبيل المثال، حقنة الماء بالهواء والقبضة والقشارة فوق الصوتية على الأقل بشكل نصف سنوي. لابد أن تكون الحد الأقصى المقبول أن تكون أقل من 500 CUF ML، وهذه نقدر نشوفها by documentation. نسألهم وين الدوكومنت اللي مسجل فيها تاريخ أخذ العينة، نتيجة العينة. أبحث عن هذه السجلات وأماكن توفرها. أسأل الممارس برضو عن طريقة تعقيم الخزانات، شلون أنتم أصلاً تتأكدون أن الموية عندكم ما تحتوي على جراثيم أو بكتيريا. المعيار الثالث، في حال عدم توفر العازل البلاستيكي، يتم تطهير الأسطح بالمطهر المعتمد من وزارة الصحة قبل كل مريض. هذه باي أوبزرفيشن، أني أروح العيادة، أدخل عيادة الأسنان، أدور على السائل المستخدم أو السبراي المستخدم لتنظيف الأسطح والعيادة، وأسأل برضو الممارس أو الدنتال أسيستنت باي ستاف انترفيو أنه وين المنتج هذا؟ إيش اسم المنتج؟ وهذا المنتج يستخدم لإيش؟ فأبحث بالعيادة عن توفر المنتج وأسأل الممارس عن اسم المنتج، ولابد أنه يكون معتمد من وزارة الصحة، ما يكون يستخدمون أي منتج مثال الديتول أو أي منتج مثلا ذاك موجود بالأسواق والسوبر ماركت. نستخدم سوليوشن أو مطهر معتمد من وزارة الصحة فقط. المعيار الرابع هو السماح بتدفق المياه داخل القبضات المختلفة لمدة دقائق بداية اليوم ولمدة 20 إلى 30 ثانية بين كل مريض. فأسأل الممارس أول ما تدخلين العيادة إيش راح تسوين؟ إيش الشيء المهم اللي إحنا نسويه قبل ما نشغل العيادة؟ نبدأ بإيش؟ فالمفروض تكون الإجابة إني أنا أمسك القابض أو اللو سبيد أو الهاي سبيد وأشغله قبل ما أبدأ أي علاج أو قبل ما أبدأ تشغيل العيادة بداية اليوم، وإنه أسمح بتدفق المياه عشان أي بكتيريا موجودة داخل القابض تطلع مع الموية. فمهم ان احنا نسأل الممارس ونطلب منه تطبيق. المعيار الخامس، استخدام ادوات الوقاية الشخصية حسب الاجراء المقدم باي ستاف انترفيو او observation. فانا ممكن ادخل عيادة ما زالت تقدم خدمة الى مريض، اشوف هل هم لابسين ادوات الوقاية بشكل كامل، لان مهم ان انا اسأل الممارس اذا انت فقط راح تكشف على المريض ايش الملابس الوقائية اللي راح تستخدمها. إذا فقط أنا راح أعمل كشف إيش راح أستخدم، وإذا أنا راح أعمل علاج إيش راح أستخدم. لكل إجراء له ملابس وقائية مستخدمة معينة. المعيار السادس، التأكد من سلامة مغلف الأدوات المعقمة عند استلامها قبل استخدامها مباشرة باي ستاف انترفيو باي أوبزرفيشن. باي ستاف انترفيو أني أسأل الممارس إيش الشيء اللي تسويه أول ما تستخدم الأدوات المستلمة من قسم التعقيم؟ فالمفروض إنه يجاوبني إني أنا أعمل inspection، إني أنا أشيك على الباوتش اللي داخل الأدوات، هل هو سليم؟ هل الأدوات تعقمت بشكل جيد؟ هل الأدوات منظفة بشكل جيد؟ ما تحتوي على بقايا أو بكتيريا أو دم؟
أو soft tissue. برضو أنظر بعيني أنا وأشوف الأدوات المعقمة، أسأل عن أماكنها، أروح أشيك على الأدوات المعقمة أو أشيك إن هي جدا سليمة ولا تحتوي على ملوثات. المعيار السابع هو تطبيق اللحظات الخمس لتطهير الأيدي by staff interview و by observation. مهم إن إحنا نسأل عن تطبيق تطهير الأيدي. أسأل الممارس ما هي اللحظات الخمس المستخدمة لتطهير الأيدي، وكذا أنا راح أقيس مفهوم الكادر الطبي اللي إذا كان هو عارف معنى اللحظات الخمس لتطهير الأيدي أو لا. وبرضو أروح بالنظر أشيك هل موجود بوسترات بالعيادة ممكن أني أنا أشوفها دايركت. مهم موقع البوستر أنه يكون بقرب من أي هاند ديسبنسر أو هاند سينك اللي هي المغسلة. مهم أني أسأل الموظف وأنظر في العيادة وجود البوستر، وأن البوستر يكون موضوع بشكل جيد وإمكاني أقرأ اللي محتوى البوستر. معيار الثامن يتم تعقيم أدوات عيادات الأسنان متعددة الاستخدام في وحدة تعقيم منفصلة، ولا يتم تعقيمها داخل عيادة الأسنان. مهم إن أنا ما أضع الأوتوكلاف، هذه الصورة للأوتوكلاف داخل عيادة الأسنان جهاز التعقيم، لأن عيادة الأسنان تعتبر ملوثة، فالمفروض إني أنا ما أضع فيها جهاز وهي أصلاً عيادة ملوثة. مهما أنا عملت تعقيم للأدوات راح تبقى ملوثة. فسياسات وإجراءات مكافحة العدوى تنص على أن نفصل غرفة التعقيم عن غرفة الإجراء الطبي. فغرفة التعقيم لابد أن تكون فيها الأوتوكلاف، وغرفة العيادة اللي يتم فيها الإجراءات الطبية ما تتوفر فيها الأدوات التعقيم. فمن خلال النظر أنا ممكن أشوف إذا كان الأوتوكلاف موجود فهم ما راح يأخذون صفر. إذا مهم إن إحنا نعطي توصيات بعدم وجود الأوتوكلاف داخل العيادة. المعيار التاسع وهو التخلص من جميع الأدوات المستخدمة وذات الاستخدام الواحد بعد كل مريض في حاويات النفايات الطبية المناسبة. إذا أنا إذا عندي نفايات طبية أتخلص منها بحاوية النفايات الطبية، إذا عندي نفايات غير طبية أتخلص منها بالنفايات الغير طبية. فكيف أنا أتأكد؟ ممكن أني أنا أروح داخل العيادة أفتح التراش أو الحاوية وأتأكد أنهم تخلصوا من الأدوات بشكل صحيح. أيضا إمكاني أن أنا أسأل الممارس الصحي وأسأله عن طريقة التخلص من أدوات معينة، شلون طريقة التخلص منها. مثال وين نتخلص من الأبر المستخدمة؟ المفروض أن يكون الجواب شارب كونتينر الخاص بالأبر. المعيار العاشر وهو وضع الأدوات المستخدمة المراد إرسالها إلى وحدة التعقيم في حاوية غير قابلة للاختراق ومحكمة الإغلاق وسهلة التنظيف مع وجود شعار خطر حيوي. فأنا مهم أن أنا أسألهم كيف أنتم تنقلون الأدوات المستخدمة الملوثة إلى قسم التعقيم. فأنا لازم تكون موجودة هذه الحاوية أو كونتينر مغلقة محكمة الإغلاق موجود عليها شعار أن هذه حاوية خطرة. فبالنظر ممكن أنا أدور عليها بالعيادة، وممكن أسأل الممارس عن أماكن توفرها. معيار 11 في حال تأخر نقل الأدوات لمدة أكثر من ساعتين يتم إضافة جل على الأدوات لمنع انتشار التلوث وبرضو ترسب الدم. فأنا إذا كنت ما راح أرسل الأدوات اللي استخدمتها الآن في هذا الوقت وراح أرسلها بعد ساعتين، مهم أني أنا أرش عليها هذا السوليوشن عشان تمنع ترسب الأدوات، تمنع ترسب التلوث على الأدوات. فنسألهم عن الجل، نشوف بالنظر بالأبسرفيشن هل هو موجود، ونسألهم عن طريقة استخدامه. المعيار 12 وهو وضع العازل البلاستيكي على كرسي عيادة الأسنان والأصح الأكثر عرضة للملامسة قبل كل مريض، وهذه بالنظر. أسأل الستاف عن عيادة مجهزة للمرضى وأدخل وأشوف هل هم وضعوا العازل البلاستيكي. العازل البلاستيكي طبعا هو يقلل
أماكن العدوى الأكثر ملامسة من الطبيب أو الدنتال أسيستنت أو الممرضة زائد طبيب الأسنان، لأن في أماكن تكون استخدامها بكثرة، فأنا لما أضع عليها العازل البلاستيكي أنا قللت من انتشار العدوى، وبرضو سهلت عملية التنظيف لأني أنا كنت حاطة عازل، فبعد ما أشيل العازل راح تكون عملية تنظيف العيادة بشكل أسرع وأسهل.